خير. مساء الخير، انا كابتن سيف ازاي الزحمة. حضرتك؟ وحشني. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، ربنا يخليك. حضرتك في مصر ولا فين؟ انا لسه واصل. طب الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. النهارده كان في قرار من لجنه الانضباط بالايقاف لمده 4 سنوات. قريت تعليقات لحضرتك على المواقع ان حضرتك هترجع للمحكمه الرياضيه الدوليه. ليه ألجأ ليه؟ لا انا قريت تصريحات لحضرتك، انا مش عارف. لا لا لا، طب رأي حضرتك ايه؟ لا تعليق سيف، رأيك انت ايه؟ ما هو انا حضرتك هنا اعلامي يا دكتور، بعد ما اخرج اكلم لا انا حضرتك ابقى عضو بكلمك مجلس وانت اداره. مخك عضو مجلس اداره. ما هم ما بعرفش اقول رأيي كعضو مجلس اداره على الهواء. ليه ليه ليه؟ ما حضرتك عارف رأيي في التليفون. لا بص، انا اقول لك حاجه، انت شايف دلوقتي ان الجو يسمح ان احنا نتكلم في حاجه زي دي؟ لا مش كده ولا ايه؟ طبعا. فيعني انا شايف ان هو يعني اتحاد الكوره ما يعني مش عاوز اقول ما عندوش تمييز، لكن عاوز اقول انه في قضايا اهم كتير قوي من ان هم يجوا لحاجه فرعيه زي دي. وانت وبقيه المجلس معاك ناس محترمين وعارفين كويس قوي ان هذا القرار يعني لو كان فعلا اتاخد زي ما انت بتقول، فانا اعتقد ان هو قرار غير صائب، او ممكن نقول بلاش صائب، نقول ان هو يعني قرار لا محل له من الحقيقه. وان انتوا بتغبنوا حق ليا، انتوا كلكم تعلموا ان هو موجود، وانتوا كلكم للاسف الشديد كنتوا سلبيين في ان تاخدوا خطوات لارجاع حق ليا لو كان موجود، لكن انتوا وقفتوا سلبيين، لا حبيتوا تاخدوا موقف الراجل ده ليه حق او ملوش حق. فانا بيني وبينك يعني انا بكتفي ان انا يعني فيكم ناس انا بحبهم وانا بعتبرهم اصدقاء حتى لو هم ما بيعتبرونيش، وكفايه كده. لكن طبعا انا مستمر في القضيه، ولجنه الانضباط دي يعني اعتقد ان هي انضباط عليكم انتوا، وانتوا اولى انكم ان لجنه الانضباط تحقق بينكم وبين بعض. يعني عصام عبد الفتاح طلع وقطعكم كلكم ما قدرتوش تعملوا حاجه. امبارح فضايح في تركيا ماليه الورق كله دلوقتي على اللي مسك في التاني واللي شتم التاني واللعيبه اللي مش عارف جابوا ايه. فيعني انا رايي يتهيألي يعني لجنه الانضباط عندها حاجات اهم في عناصر اللعبه، احنا مش من عناصر اللعبه. فيعني يتهيألي خليكم في شغلكم احسن. طيب سؤال يا دكتور، يعني سؤال بس للناس عشان تفهم، هل العلاقه دي الموضوع ده ليه اي علاقه باي حاجه غير اتحاد الكوره او يعني اي حاجه في مصر، انتخابات انديه ليه علاقه باي حاجه؟ والله ما اعرف، انا اساسا ما اعرفش لجنه الانضباط دي شغلها ايه. اساسا ما اعرفش يعني. علشان احكم لازم ابقى عارف ايه اللجنه دي وايه مقوماتها وايه حقوقها وايه صلاحياتها والكلام ده كله. انا كنت اعرف ان على ان في حاجه اسمها لجنه تظلمات، لكن لجنه انضباط دي ما اعرفش. وبعدين انا مش فاهم لجنه لما كل واحد عضو يجيب المحامي بتاعه علشان يرضيه، واخد بالك، ويحطه وتعمله لجنه، وبعدين في الاخر تقول لهم والله خدوا الموضوع ده احنا عايزين فيه. يعني انت عارف كويس قوي والناس كلها عارفه القرار من قبل ما يطلع، من قبل ما يبقى في لجنه حتى. فيعني انا شايف انه موضوع يعني موضوع صغير قوي، ويعني ما 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 يعني انا اكبر من ان انا اتكلم في السيف والله. تمام. انا دكتور كان دوري ان انا يعني لازم اجيب حضرتك توضح وجهه النظر، يعني انا تربطني علاقه قويه بحضرتك، غير كده ان انا ده الحقيقه دوري يعني. لا 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 طبعا، انت عارف يا سيف انا بحبك وانت حبيبي يا دكتور، ربنا يخليك. يعني انت زي اشرف او فيعني ما فيش اي حاجه خالص ولا اي حاجه هتاثر
على العلاقه اللي بيني وبينك وبين مجموعه من الاعضاء الموجودين اللي انا بحترمهم وبحبهم. ربنا يخليك يا دكتور، حقيقه كلام محترم جدا، يعني بتمنى لحضرتك التوفيق وبشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور كرم كردي. يعني الحقيقه هنا برضو في الملاعب اليوم بغض النظر عن يعني موقعنا او بغض النظر